طور نفسك. واحدة من أهم 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 الشغلات اللي إحنا كلياتنا لازم نعملها، ولكن قديش منا عن جد عم بيعملها؟ يعني أنا بقعد مع واحد عمره 60 سنة بحس عمره 20 سنة، بقعد مع واحد عمره 20 سنة بحس عمره 60 سنة. ليش؟ لأنه عم بيشتغل على نفسه. الواحد فيه يطور نفسه بكتير شغلات. فيك تطور نفسك بعلاقاتك، فيك تطور نفسك بجسمك، فيك تطور نفسك بقراءتك وبعلمك. أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، يعني من أول ما تنولد لحد ما تموت. إحنا بعد الجامعة، وإذا في جامعة بعد المدرسة وانتهى الموضوع. قديش منا عم بيقرأ وقديش عم تقرأ؟ مش تقرأ لك سطرين وتقول يلا أنا قريت وأنا صرت من القراء. لازم 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 تطور نفسك، لازم تغير المحيط اللي انت فيه. اذا انت ما عم تتطور وما عم تكبر، يعني واحد بضل 10 سنين بيطلع نفس الطلعة، عنده نفس الاصحاب، عنده نفس الاهتمامات، عنده نفس التوجهات، وهو ما في اي اختلاف. طيب وين رايح انت؟ هيك مبسوط؟ وين حينتي فيك المطاف؟ اسهل شيء لتعرف اذا انت ماشي صح ولا غلط، اسأل نفسك سؤال واحد: لو انا كملت هلأ بنفس الطريقة اللي أنا عايش فيها، بنفس الطلعات، بنفس الأصحاب، بنفس طريقة تطوير الذاتي لنفسي، بنفس طريقة التعليم لنفسي، وين حكون بعد 10 سنين؟ إذا حتكون بنفس المحل وإنت راضي، مصيبة. إذا مش مبسوط لازم تغير. غير طلعاتك، غير محيطك. لما تغير محيطك حيتغيروا أصحابك، حتصير تعرف ناس جداد، بتكلموا عن شغلات جديدة، بتكلموا عن شغلات أنت ما بتعرف عنها، حتصير تسأل، حتصير تقرأ. ولكن ما تكمل في نفس الشيء، لازم 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 تاخذ قرار وتطور نفسك. كثير 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 تجيني رسائل والشباب بيسالوني: معتز انا ملان. فبساله اول سؤال بساله اياه: شو بتعمل كل يوم؟ شو بتعمل كل اسبوع؟ شو بتعمل كل شهر؟ والاجوبه انه بيكرر نفس الشيء ونفس الروتين every single day, every single week, every single month. وحتى في السفر لما يسافر بيسافر على نفس المحل. كيف مش حتمل؟ حتى الواحد بشغله، وانت بشغلك لو بتضلك كل يوم تعمل نفس الاشي، بس ترد على الايميلات وتخلص الديلي اوبريشن تبعك، شو حيصير؟ حيصير ملل والشغل حينزل، لانه في غيرك بده ياكل السوق. لازم كلنا نعرف انه في غيرنا عم بيعطوا 100%، فاحنا لازم نعطي 150%. اعطي نفسك حقها وطور نفسك. لا تحقر اي عمل بتعمله لو كان هالقد بتطوير نفسك. تخيل حالك انت كل يوم تنزل على الارض بتعمل 1 بوش اب 1. بعد اسبوع شو حتحس؟ بعد شهر شو حتحس؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول بما معناه: أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل. فأنت عشان تطور نفسك ما تتخيل أنك لازم تروح تعمل دكتوراه. لا يا أخي، الدكتوراه بيجي، ولكن عشان توصل للدكتوراه لازم تقرأ سطر كل يوم. سطر بس اقرأ من شان الله. لازم مثلا تغير طلعة بالشهر، بس ابدأ. ما تحقر العمل وما تحاول أنك تنط، حاول امشي بعدين نط. هلا عشان تطور نفسك في 3 شغلات لازم تعملها. رقم 1 وأهم موضوع هذا: خذ قرار. أهم وأهم وأهم شيء عند الإنسان هو القرار، وكل حلقة عن أولى لازم رقم 1 تأخذ قرار أني أنا قررت أطور نفسي. رقم 2 غير محيطك، تكلمنا فيه، لازم تغير محيطك أنت فيه. رقم 3 ابدأ اليوم، كون السبب لننشر السعادة ونفيد أكبر عدد من الناس.